انتوا موجودين في مقر الجاليه الافريقيه، والافارقه احنا بننتمي لاربع دول افريقيه هي تشاد، نيجيريا، السودان والسنغال. وكان السبب الرئيسي لهجرة الأفارقة للقدس يعني هي أسباب دينية، يعني في سبب ثاني برضو سبب عسكري أو جهادي، يعني إنه كانوا في قسم منهم أجوا مع المتطوعين العرب على أساس إنه يدافعوا عن الأراضي الفلسطينية اللي احتلت أيام الحركة الصهيونية. حاليا يعني العدد يعني بيزيدش عن 450 شخص يعني هون. كوني فلسطينية من جذور أفريقية، فهذا معني أنه أنا عندي بشرة سمراء اللي هي ممكنها تعتبر تهمة نوعا ما. ما بقدر أحكي أنه في عنصرية بهذا التوجه، بس طبعا في صورة نمطية هذا واضح، بس هذا ما بيقلل من دوري كامرأة أو من دور أي امرأة فلسطينية من جذور أفريقية أنه هي تكون مشاركة بهذا المجتمع، لانه احنا بنعتبر او انا كشخص بعتبر انه هاي ميزه اول على اخر، انه هي حلو الواحد يكون عنده تنوع بالهويه يعني نوعا ما، لانه هذا إشي كمان بيساعد اكثر انه كيف انه انت يكون في عندك دور قوي بالمجتمع. اول اسيره فلسطينيه هي كانت من عندنا من الجاليه الافريقيه اسمها فاطمه البرناوي، قضت في السجن 10 سنين وبعدين روحت عملية تبادل أسرى يعني. وبعد ما رجعت من يعني لما السلطة وقعت على اتفاقية أوسلو مع الإسرائيلية مع الحكومة الإسرائيلية، هي عادت مع أبو عمار وعادت مع المقاومين الفلسطينيين وساهمت في تأسيس الشرطة النسائية الفلسطينية، وكانت هي قائدة الشرطة النسائية الفلسطينية لحين وفاتها يعني. وبعدها يعني في كتير يعني فيش دار يعني بالجالية يعني لا في حدا منها اعتقل يعني لأسباب سياسية يعني بسبب انخراطهم في النضال الوطني الفلسطيني. وإحنا بنعتبر حالنا يعني فلسطينيين، يعني لو إنه أصلنا أفريقي بس إنه إحنا نعتبر حالنا فلسطينيين ومنخرط في النضال الوطني الفلسطيني. كامرأة فلسطينية مثل بقية النساء الفلسطينيات أو النساء العربيات بشكل عام، إنه في دائماً إنه الحق أقل أو مهضوم نوعاً ما. بفكر إنه في ضغط عالي للمرأة الفلسطينية بشكل عام، بالرغم من إنه تحديات يعني إنه دور المرأة الفلسطينية هو واضح منذ التاريخ، إنه هي جزء لا يتجزأ من الأسرة الفلسطينية أو من المجتمع الفلسطيني، وهي مصدر قوة. بس لأنه إحنا طبعاً داخل مجتمع شرقي محافظ، ففي خطوط حمراء دائماً للمرأة أو إنه مشاركتها، مع إنه الحقيقة والواقع إنه مشاركة المرأة إنه كتير عالية. يمكن المرة الوحيدة اللي بنشعر فيها في نوع من العنصرية إنه إذا واحد راح توجه لا يطلب إيد فتاة أو مثلاً أو شاب من برا يجي يطلب إيد فتاة من عنا، هون تبرز بس قضية اللون إنه أسمر أبيض كذا إشي هيك، ولكن بصفة عامة إحنا يعني نشعرش في نوع من التمييز يعني بحقنا ضدنا. هلا الإسرائيليين بحاولوا يلعبوا هذا الوتر يعني إنه أنتوا أفارقة، أنتوا مش فلسطينيين، شو دخلكم شو كذا يعني. ولكن زي ما حكيت لك وتاريخنا بحكي إنه إحنا نعتبر حالنا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.